الدين جلمود المبين ابن الفاح البريك المبين والام صبره المالك والمدرب ماهر سواعد على صهوته الفارس سلمان الاعسب الإحماء عز الخيل ابن بريك عبيان والام نهال بنت الابيض المالك صالح ابو يونس تدريب الاسطبل الامريكي على صهوته الفارس اياس ابو جبل المالك محمد كعبي تدريب الاسطبلات الاسمر على صهوته الفارس زنور غدير يليه محراب الشكب ابن الفحل الغزال الشكب والام زنوبيا المالك والمدرب زيد بركي على صهوته الفارس يوسف عبيد وباشا سلطان هذه هي اسماء خيول الشوط الخامس عشر مرة اخرى مملوك فانتوم الصخرة نور العين وباشا الشوط الرابع عشر بالفعل انطلقت خيول الشوط الرابع عشر على بركة الله تعالى انطلاقة موفقة لعز الخيل مع اياس ابو جبل ينتزع صدارة هذا الشوط بصراع مع علي الدين مع زنور غدير يوسف عبيد على صهوة محراب الشكب يتقدم للمرتبة الثالثة بالمراحل الأولى من هذا السباق إلى أن عز الخيل يأبى إلا صدارة الشوط في المراحل الأولى كرة المنعطف الأول عز الخيل بصراع مع علي الدين ومحراب الشكب على صدارة الشوط الرابع عشر كوبالة ما بين المنعطفين خيول الشوط الرابع عشر الآن ما بين المنعطفين علي الدين بصراع مع عز الخيل على صدارة الشوط اياس ابو جبل وزنور غدير كرة المنعطف الثاني والأخير لتقترب خيول الشوط الرابع عشر من المراحل النهائية والحاسمة من هذا الشوط عز الخيل يأبى إلا صدارة الشوط يتقدم نحو الخط المستقيم يتقدم نحو المراحل النهائية والحاسمة من هذا الشوط عز الخيل مع اياس ابو جبل ويوسف عبيد على صهوة محراب الشكب زنور يحاول مع علي الدين إلى أن عز الخيل يقبل بصدارة الشوط الرابع عشر مع اياس ابو جبل يندفع علي الدين عز الخيل بصدارة الشوط الرابع عشر مع اياس ابو جبل عز الخيل بالمرتبة الأولى محراب الشكب بالمرتبة الثانية وعلي الدين بالمرتبة الثالثة ألف مبروك مبروك لطاقم الاسطبل الأمريكي مبروك لصالح أبو يونس مرة أخرى مبروك لعز الخيل مبروك لجميع طاقم وملاك ومدربين هذا البطل مبروك ألف مبروك المالك والمدرب لهذا البطل يحظى بنائب بطل ميدان الأحلام لعام 2020 مبروك ألف مبروك أما صاحب المرتبة الأسمر مبروك لعلي الدين صاحب المرتبة الثالثة بالشوط الرابع عشر مبروك ألف مبروك